مع بداية 2021 طرح مصرف سوريا المركزي عملة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة في محاولة لمواجهة آثار التضخم الذي حدث خلال السنوات الماضية، لكن تلك المواجهة يبدو أنها انتهت لمصلحة التضخم الذي أجهز على اقتصاد البلاد ولا يزال، بعد أن كشفت منصات إعلامية نقلاً عن مصادر قالت إنها مقربة من الحكومة السورية كشفت عن استعداد الأخيرة لطرح عملة جديدة من فئة 10000 ليرة مطلع 2022 مع استمرار فقدان قيمتها الشرائية بنسبة متعاظمة. إن الاقتصاد ما بيحتاج أبداً لطباعة العملة حالياً لأسباب كتير. أولاً هذا يربك إعادة الأعمار النظام ورح يقود بشكل أو بآخر إلى دلورة الاقتصاد، وهو ما حتى الآن النظام ضد هذه الفكرة. اثنين، يعطي طباعة العملة إيحاء بأنه الاقتصاد منهار، وبالتالي النظام ليس بحاجة. طباعة المزيد من العملة يأتي ضمن مساعي السلطات السورية لتغطية عجز الموازنة والمقدر بأكثر من 4 تريليون ليرة تزامناً مع انخفاض قيمة إيرادات الدولة. يتزامن ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الوزراء السوري الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة لعام 2022، والتي بلغت أكثر من 13000 مليار ليرة بزيادة قدرت بنحو 9 مليارات عن موازنة العام الجاري. بينما تخطط الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للعام القادم حاجز 13 تريليون ليرة سورية بزيادة تقدر بنحو 65% مقارنة بموازنة 2021. النظام يتبع أسلوب سعر صرف المتحرك المعوم، أي أنه لم يتم تحديد سعر صرف الموازنة، وبالتالي كل الكلام حول تحديد سعر صرف يومي على أساس بيوم النقاش على أساس سعر الموازنة هو غير دقيق، إضافة إلى أن رفع أسعار السلع سوف يأكل هذه الكمية الأموال التي يحتاجها. هو يعني شيء وهمي للموازنة 13 مليار، هي الحقيقة قريبة من الموازنة السابقة. ورغم إجراءاتها الإسعافية المتتالية التي تتخذها، إلا أن الحكومة السورية لما تزل تفشل في احتواء الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تقض مضاجع السوريين منذ أعوام، لتبقى أزمة المحروقات والخبز وغيرها من السلع الأساسية واستمرار ارتفاع أسعارها عنواناً بارزاً لإخفاق دمشق في الخروج من مستنقع الحرب التي أعلنتها على معارضها دون إدراك نتائجها القاتلة.